أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس، والبداية بأبرز العناوين. المبعوث الأممي يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد حلا نهائيا، والحكومة تطالبه بتحديد معرقل المشاورات. اشتداد المعارك في نهم وتعز، والتحالف يكثف ضرباته على أهداف عدة للميليشيا. في حضرموت تراجع خدمة الإنترنت تتسبب بعرقلة قطاع واسع من الخدمات. قال نائب رئيس الوفد الحكومي في مشاورات السلام عبد العزيز جباري إن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ لم يكن منصفا، وذلك تعليقا على عدم تسمية الانقلابيين بكونهم الطرف الذي أفشل مشاورات السلام في الكويت. وأوضح جباري في تصريحات صحفية أن الوثيقة التي قدمها ولد الشيخ ووقع عليها الوفد الحكومي أصبحت بعد رفض الانقلابيين كأن لم تكن. وأكد جباري ضرورة دعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الجبهات، لافتا إلى أن فريق الانقلابيين لن يأتي إلى طاولة الحوار الحقيقي إلا بعد انكسارهم عسكريا. على صعيد متصل، قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إن الجولة الأخيرة من المشاورات تطرقت إلى نقاط حساسة كالجانب العسكري وتسليم السلاح والوضع الاقتصادي. وأكد ولد الشيخ في مؤتمر صحفي عقده مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن المرحلة المقبلة سيكون فيها دعم كبير للمشاورات بهدف التوصل إلى حل نهائي عبر سلسلة من اللقاءات المختلفة للأطراف المشاركة. ميدانيا، سيطرت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية على مناطق جديدة في مديرية نهم بصنعاء. وقال المركز الإعلامي لقوات الجيش الوطني إن القوات تمكنت اليوم من تحرير جبل الجبيل الموازي لجبل المنارة ومنطقة بيت السيد وصولا إلى منطقة القبة بمديرية نهم. وكانت قوات الجيش والمقاومة قد سيطرت خلال الأيام الماضية على جبل صرافيح وجبل المنارة ومناطق أخرى مهمة في نهم. هذا ويواجه الجيش الوطني أثناء تقدمه في جبهة نهم الكثير من الصعوبات المتمثلة بعورة الطريق وعدم وجود ممرات يمكن السير عليها بأمان، إلا أن ذلك لا يحول دون تقدمه. التقرير التالي والتفاصيل. لا ينتظرون حتى تشق الطريق فيسيروا عليها، بل يصنعون طريقا أمامهم ويبحثون عن وسائل مختلفة للوصول إلى هدفهم البعيد الذي يعرفون أنه لا يخصهم وحدهم، فثمة من ينتظر عودة الدولة إلى كل بقاع وإن كانت نائية وفي طرق وعرة ومشتتة ولم يسبق أن سارت عليها أقدام كثيرة من قبل. يمضي أفراد الجيش الوطني مسنودين برجال من المقاومة الشعبية حاملين معهم مؤنهم ومرددين أناشيد النصر. كل هذه الممرات التي يصعب السير فيها ستغدو معلما مهما في سيرة معارك طال انتظار نتائجها، ولن ينسى رجال الجيش الوطني الأماكن التي تحسسوا فيها طريقهم وغامروا في عبورها وواجهوا مشقة الطريق وفرحة الوصول إلى القمة التي يدفع رفقاؤهم ثمنا باهظا لأجل اعتلائها. يستمرون بالتقدم وكلما أصيب أحدهم أعادوه على أكتافهم إلى مركز مدينة مأرب. لقد تحولت جبال نهم الوعرة مع مرور الوقت إلى طرق وممرات لا يعرفها غير أفراد الجيش الوطني القادمين من مناطق مختلفة من البلاد، والذين يجتمعون هنا تحت راية واحدة وفي طريق واحد. شن التحالف العربي نحو 20 غارة جوية استهدفت معسكر 62 حرس جمهوري بمنطقة فريجة شمال العاصمة صنعاء. إلى ذلك شنت طائرات التحالف سلسلة غارات جوية على مواقع للميليشيا في مديرية دمنة خدير بريف محافظة تعز. نبقى في تعز، حيث قالت مصادر محلية أن معارك هي الأعنف تشهدها عدد من المناطق في مديرية الصول جنوب المحافظة. وأوضحت المصادر أن المعارك التي لا تزال مستمرة ويستخدم فيها مختلف الأسلحة من الجانبين. وكانت المقاومة قد أعلنت في وقت سابق أن المعارك التي اندلعت يوم أمس في الصلو
خلفت 16 قتيلا من الميليشيا واثنين من أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وإصابة آخرين. ونبقى في تعز حيث يعاني الطفل الجريح محمد باسم أوضاعا صعبة إثر تعرضه لإصابة بقذيفة أدت إلى بتر ساقه، ويحتاج محمد كما العشرات من جرحى المدينة للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج، وخاصة في ظل تدهور الأوضاع الصحية وإهمال الجهات الرسمية. محمد باسم ذو 9 أعوام أصابته قذيفة هاون في حي برباشا أدت إلى بتر ساقه، ليبقى كالمئات من الجرحى ما يزالون ينتظرون تدخل الجهات المعنية والمتمثلة بالحكومة الشرعية لإنقاذ حياتهم. الحكومة الشرعية تضع تعز بخانة الملفات المؤرشفة والمؤجلة إلى غير التفات. على الرغم من إصابته البالغة يحاول محمد تسيير حياته وفقا لحالته الجديدة التي أبقته بساق واحدة، لكنها أيضا لم تترك حالته النفسية بخير، خصوصا في ظل حاجته الماسة للسفر واستكمال العلاج خارج البلاد. أنا أصبت بقذيفة هاون برباشا بالسوق، أصبت قذيفة هاون وأنا ماشي، وبتروا لي رجلي اليمنى ودعين أشتري رجل أمشي رجلي، دعين ما أجداري من السفر. لا يبدو الطفل محمد سوى واحد من المئات من أبناء هذه المحافظة الذين يتعرضون لإصابات بقصف وقذائف ميليشيا الحوثي والمخلوع، بينما يظلون في انتظار من يخفف عنهم عناء جراحاتهم، خصوصا في ظل تدهور القطاع الصحي في المدينة. لذلك يتبنى من وقت إلى آخر العشرات من الشباب والمهتمين بتنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بموقف الحكومة المتخاذل. وزير الصحة ناصر باعوم أظهر فشله وتخاذله تجاه جرحى تعز، لم نرى أي موقفا مشرفا منه لمعالجة هذا الأمر، لأنه المسؤول الأول لما يحدث لجرحى تعز من إهمال وتقصير. سيظل المئات من الجرحى المتفاقمة جراحهم شهادة حية على تناسي الحكومة الشرعية، خصوصا وزارة الصحة جرحى تعز، وليس فقط في العلاج بل حتى في تلمس احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية. تعددت الوعود وكثر الكلام عن توجيهات بعلاجهم، لكن تبقى جراحاتهم واحدة، فأكثر ما ينطبق على الجهات المعنية هنا نسمع جعجعة ولا نرى طحينا. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز. شيع في محافظة مأرب جثامين عدد من جنود الأمن الذين قتلوا خلال مواجهات اندلعت مع عناصر تخريبية قبل أيام في منطقة مفرق حريب جنوبية المحافظة. وقال مراسل قناة بلقيس إن قيادات عسكرية وحكومية شاركت في تشييع جثمان قائد العمليات المعنية بتأمين الطرق محمد عبد الله طعيمان وناصر العبدلي وعدد من رفاقهم. هذا وكانت قد اندلعت الخميس الماضي مواجهات عنيفة في مفرق حريب بعد قطع عناصر تخريبية للطرق وتعطيل خدمة الإنترنت في المحافظة. قال أنا دعوني وواجبي دعاني وإذا بقيت المتكفلين. في سياق آخر، طالبت الحكومة اليمنية المؤسسات النقدية الدولية والبنوك بوقف التصرف في الأموال اليمنية من قبل إدارة البنك المركزي الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي. وجاء ذلك القرار من الحكومة اليمنية بعد نفاد الاحتياطي النقدي من البنك ولجوء قيادة البنك إلى الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية الموضوعة في البنوك الخارجية. الاقتصاد اليمني الذي يترنح منذ أكثر من عام يسير بشكل حثيث نحو الانهيار الشامل،
وبعد ان استنزفت سلطة الميليشيا الحاكمة في صنعاء الاحتياطي النقدي، أصبح البنك المركزي مهددا بتوقف عملياته والعجز عن دفع رواتب الموظفين بعد ان استنفذ كل أدواته وسياساته النقدية الترقيعية التي ساعدته على ذلك حتى اللحظة. الحكومة التي التزمت بما سمي هدنة اقتصادية باتت تميل لمراجعة تلك السياسة، وتؤكد أن البنك المركزي أصبح متورطا مع الميليشيا في الكارثة الاقتصادية القائمة بعدم التزامه بسياسة الحياد الاقتصادية المقرة من قبل القوى الدولية وخضوعه بشكل كامل لإرادة الميليشيا، ولذلك تسعى نحو استعادته أو على الأقل إبعاده عن سيطرة الميليشيا، لما من شأنه أن يساعد في مواجهة مخاطر الانهيار الاقتصادي الذي بات وشيكا إن لم يكن قد وقع فعلا. في تقرير لمجلس الوزراء أكد وزير المالية ضلوع البنك المركزي فيما وصفها بالممارسات الانقلابية خارج التفاهمات المعقودة بين السلطة الشرعية وسلطة الانقلاب بالتنسيق مع أطراف إقليمية ودولية، أصرت على بقاء البنك المركزي في العاصمة وعدم نقل صلاحياته إلى أي مدينة أخرى. مصادر حكومية أكدت أن الحكومة طلبت من مؤسسات مالية دولية وعربية وقف التعامل مع البنك المركزي اليمني، مع التأكيد على أن الخطط لا تسعى لنقل البنك من صنعاء، وأن الطلب الحكومي بوقف التعامل معه مؤقت ويهدف إلى وقف استنزاف الميليشيا للاحتياطي الأجنبي، وهو ما أكدته رسالة رئيس الوزراء لصندوق النقد الدولي، والتي تطالب بوقف التعامل مع البنك المركزي في صنعاء وعدم السماح له بالسحب من الاحتياطي النقدي الخارجي. باقنا معكم في نشرة الأخبار، وفيها بعد الفاصل. منظمة اليونيسف تقول تمكننا من توفير 6000 طن لمصابي سوء التغذية. المبعوث الأممي يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد حلا نهائيا، والحكومة تطالبه بتحديد معرقل المشاورات. اشتداد المعارك في نهم وتعز، والتحالف يكثف ضرباته على أهداف عدة للميليشيا. في حضرموت تراجع خدمة الإنترنت تتسبب بعرقلة قطاع واسع من الخدمات. من جديد أهلا بكم. بدأ رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر زيارة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتأتي الزيارة إلى الإمارات لبن دغر برفقة وزيري المالية والنفط والمعادن ومسؤولين آخرين لبحث عدد من الملفات وخاصة الملف الاقتصادي. سقط جرحى إثر انفجار استهدف دورية للشرطة في مدينة عدن، وقالت مصادر إعلامية أن مسلحا هاجم بقنبلة يدوية دورية للشرطة قرب سوق شعبية في مديرية خور مكسر، ما تسبب بسقوط جرحى معظمهم مدنيون. وتأتي هذه العملية بعد ساعات من إبطال مفعول عبوتين ناسفتين زرعت إحداهما في نفق مدينة القلوعة والأخرى بسيارة مدير الشرطة في نفس المديرية. في عدن أيضا أثار وفاة نجمي الرياضة عوض سالم عوض وعبد الله الهرر سخط الأوساط الرياضية والإعلامية بالمحافظة نتيجة إهمال السلطات لهما أثناء مرضهما. وتوفي المعلق الرياضي عوض سالم عوض الشهير بعوضين بعد إصابته بمرض حمى الضنك، كما توفي رفيقه نجم المنتخب الوطني عبد الله الهرر بمرض آخر. بعد تدهور حالتهما الصحية، أثارت وفاة نجمي الكرة اليمنية الكابتن عوض سالم عوض الشهير بعوضين والكابتن عبدالله الهرر في مدينة عدن، أثارت موجة من السخط الممزوج بالحزن في الأوساط الرياضية. ألم النكران والإهمال كان أشد عليهم من ألم المرض، حرموه من حق العيش البسيط، مش فقط حق الإبداع
وتقديم ما يمكن تقديمه. هكذا بدا المشهد في نادي الوحدة الذي لعب له النجمان الراحلان، حيث أقيم العزاء الذي حضره العديد من رموز الرياضة في عدن، تحدثوا عما تميز به الفقيدين بالإضافة إلى جملة من هموم هذا القطاع المهم. اهتموا بالمبدعين، المبدعين من الرياضيين والثقافيين والأدباء والكتاب اهتموا بهم بس، هذا اللي نحن نحتاج. ولا واحد استوى به حاجة ولا مرض، يعني لازم أقل شيء يلاقي شيء من العلاج. مثل البلد. استمرار إهمال المبدعين والذين مثلوا الوطن في المحافل الخارجية ميزة للإدارات المتعاقبة. فالكابتن عوضين وهو الإعلامي البارز أحيل إلى التقاعد القسري عام 2002 وهو في ذروة عطائه في المجالين الإعلامي والتربوي بعد نجومية ساطعة كأبرز لاعبي خط الوسط ومن مثلوا المنتخبات الوطنية. فيما عانى الكابتن عبد الله الهرر نجم الدفاع والمنتخبات الوطنية من مرض عضال لأشهر دون أن تمتد يد العون من الجهات الرسمية. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن. قالت منظمة الأمم المتحدة يونيسف إنها استجابت لتوفير 6000 طن من التغذية العلاجية للأطفال المصابين بسوء التغذية في اليمن. وأكدت اليونيسف أنها عالجت ما يزيد عن 100,000 طفل دون سن الخامسة منذ يناير وحتى نهاية يونيو المنصرم. وأوضح مكتب المنظمة في اليمن أن مركز التموين التابع لها في الدنمارك يجهز شحنات غذائية للأطفال عبر طائرات ستصل إلى جيبوتي ومن ثم إلى موانئ الحديدة وعدن والمخا والمكلا. وصل إلى محافظة سقطرى المجموعة الأولى من الدفعة العسكرية من أبناء المحافظة وتضم 700 جندي تلقوا تدريبات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد محافظ سقطرى العميد سالم عبدالله السقطري أهمية مثل هذه الدورات في تأهيل أفراد وضباط القوات المسلحة وحرص السلطة المحلية على رفع الكفاءات العسكرية والأمنية لجميع الوحدات في المحافظة. من جانبه أوضح أركان لواء أول مشاه بحري العقيد الركن ناصر قيس أن هذه الدفعة من الجيش ستعزز القوة العسكرية في مختلف الكتائب بالأرخبيل لحماية المحافظة. ونبقى في سقطرى حيث أكد وكيل المحافظة لشؤون البيئة والتنمية عبد الجميل آدم بقاء سقطرى ضمن قائمة اليونسكو كموقع للتراث العالمي. ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن آدم قوله إن سقطرى تمكنت من الحفاظ على موقعها العالمي رغم آثار الحرب وإعصاري تشابالا وميج اللذين هددا التنوع الحيوي في الجزيرة. وأشار إلى الجهود المشتركة التي بذلها وزير المياه والبيئة ومحافظ سقطرى والتي تكللت باحتفاظهما على موقعهما العالمي الطبيعي ضمن مخرجات اجتماع لجنة التراث العالمي الشهر الماضي في مدينة إسطنبول. تشهد خدمة الإنترنت في محافظة حضرموت تراجعا كبيرا في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء ومنها قطاع الاتصالات، أمر تسبب بصعوبة التصفح لدى مستخدمي الإنترنت في المحافظة وعرقلة أنشطتهم في ظل بطء الخدمة. التفاصيل في التقرير التالي. منذ سيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على مفاصل الدولة عمدت إلى حظر عدد من المواقع الإخبارية وقمع حرية الإعلام والأصوات الإعلامية المعارضة لها. محافظة حضرموت نالت نصيبها من المشكلة من خلال الضعف الشديد في الإنترنت
وانقطاع متكرر لخدمة الاتصالات المحلية دون وجود أسباب مقنعة من القائمين على الخدمة. ومن الطبيعي أن ينعكس كل هذا التراجع في خدمة الإنترنت على أي عمل بشكل عام، لكنه يشكل بالنسبة للصحفيين والإعلاميين في حضرموت عبء كبير، حيث يتسبب بعرقلتهم التطلب في إنجاز أعمالهم الآنية والسرعة. حقيقة منذ أكثر من عام باتت خدمة الإنترنت رديئة جدا بسبب الانقلاب الحوثي وتحكمهم في مؤسسة الاتصالات العامة بصنعاء. هذه المشكلة سببت لنا كإعلاميين وصحفيين بشكل عام صعوبات كثيرة في أداء عملنا الإعلامي. أنا أتحدث عن نفسي كمراسل لصحيفة ورقية، مطلوب مني تقارير نصية فقط، أستغرق أحيانا في إرسال تقرير إلى ساعة وساعتين تحينا لإعادة أو سرعة الإنترنت. هذا فضلا عن الإعلاميين الذين مراسلي القنوات، فالصعوبات أمامهم ستكون أكبر بكثير مما نلاقيه نحن الصحفيين. تظل مشكلة ضعف الإنترنت وانقطاع الاتصالات واحدة من أهم الوسائل التي استخدمتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح للتضييق على حرية الرأي والتعبير، بل وأبعد من ذلك للتستر على الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق المواطنين. تعاني محافظة حضرموت من انقطاع متكرر وضعف شديد في خدمة الإنترنت، وازداد سوءا بعد انقلاب الحوثيين على الشرعية. حداد مسعد، قناة بلقيس، حضرموت. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. المبعوث الأممي يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد حلا نهائيا، والحكومة تطالبه بتحديد معرقل المشاورات. اشتداد المعارك في نهم وتعز، والتحالف يكثف ضرباته الجوية على أهداف عدة للميليشيا. في حضرموت تراجع خدمة الإنترنت تتسبب بعرقلة قطاع واسع من الخدمات. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني وكذلك التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.